بيبدأ المسلسل سنة 1921 بعقيد اسمه علي طاهر، وبيكون بيشجع العساكر بتوعه علشان ما يخافوش من الحرب. ولما الحرب بتبدأ بيستشهد عدد كبير من رجالة علي، وللأسف علي بيستشهد هو كمان، لكن بيحصل معجزة وبيرجع علي تاني للحياة، وبيكون علي مش مصدق اللي حصل، وبنسمع صوته في الخلفية وهو بيقول لنا ان هو اتولد سنة 1893 واستشهد سنة 1921. ولما رجع للحياة تاني بقى خالد للأبد، بمعنى ان سنه وشكله فضلوا ثابتين عند اللحظة اللي هو استشهد فيها، وحاليا هو عايش بقاله 130 سنة. وفي وقتنا الحالي بنتعرف على بنت اسمها هاريكا، وبتكون متضايقة جدا لان هي مش عارفة تكتب الرواية بتاعتها، وبيتصل عليها خطيبها جيم علشان يتفقوا على ترتيبات فرحهم، لكنها بتقوله ان هي مش في المود دلوقتي، وبتطلب منه يأجل الكلام في الموضوع ده الوقت تاني. وبنرجع لعلي وهو رايح يقابل صديقه ترجوت اللي ما شافوش من 3 سنين، وبيكون ترجوت هو الوحيد اللي عارف ان علي عايش بقاله 130 سنة، وبيديله علي ظرف وبيطلب منه يفتحه الساعة 2:30، وبيحذره ان هو هيعرف لو فتحه قبل الميعاد ده، وده لان علي عنده قدرة خارقة وهي انه بيحس بالناس اللي بعيدة عنه، وبيقدر احيانا يشوفهم هما بيعملوا ايه. وبعدها بيرجع علي يركب المركب بتاعه، وفي نفس الوقت بتكون هاريكا هي كمان راكبة مركب في المية، لكن فجأة المركب بيعطل بيها، وهنا علي بيحس ان هي في خطر، فبيفضل يدور عليها في المية لحد ما بيلاقيها، وبياخدها على المركب بتاعه علشان يوصلها للمكان اللي هي كانت رايحاه. وفي الطريق بيتعرفوا على بعض، وبعد ما بيوصلوا للمكان اللي هي كانت عاوزة تروحه بيقعدوا يشربوا شاي سوا، وبتحكي له هاريكا ان هي جت هنا علشان تكتب روايتها لكنها مش لاقية افكار مناسبة، فعلي بيقترح عليها ان هي تكتب رواية عن راجل عاش لمدة 130 سنة، وده حصل له بسبب معجزة، فبتعجب هاريكا جدا بفكرة الرواية. وبعدها بيسألها علي عن عيلتها، فبتقول له ان ابوها مات من زمان، وامها اتخلت عنها هي واختها زيرين، واللي ربتهم تبقى عمتهم سوريا، وبتقول له ان عايش في بيتها 7 سيدات، وهم اختها زيرين وعمتها سوريا وبنات عمها التوأم سيراي وميراي، وعمتها التانية ساجدة، وجدتها مزيان ومرات عمها اسال. وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا يركبوا المركب تاني علشان يوصلها للمينا، ولكن فجأة الدنيا بتمطر، فعلي بيقترح عليها ان هم يروحوا يقعدوا في بيته لحد ما الجو يتحسن، لان هو خطر يسوق المركب في الجو ده. فبتوافق هاريكا، ولما بيوصلوا البيت بيديها علي هدوم من عنده لان هدومها اتبلت من المطر، فبتشكره هاريكا على كل اللي عمله معاها، وبتروح تحضر له العشاء بنفسها علشان تعوضه عن تعبه معاها طول اليوم. وفي اللحظه دي علي بيقع في حبها لان هي جميله ومرحه وذكيه، وبيقعد علي يحكي لها قصص عن الراجل اللي عاش 130 سنه علشان تكتبها في روايتها، وبيكون علي بيتكلم عن نفسه وعن كل التجارب اللي هو مر بيها في حياته طول ال 130 سنه اللي عاشهم، لكنه طبعا ما بيقولهاش على الموضوع ده. وبعد ما بيخلصوا بيوصلها علي للمينا، وقبل ما هاريكا تمشي بتقوله ان الراجل اللي عاش 130 سنه ده استغل المعجزه اللي حصلت له بطريقه غلط، لان هو ما عندوش امل ولا ايمان ولا عنده اي هدف، وان هي لو كانت مكانه كانت اتعاملت مع المعجزه دي بشكل مختلف. ولما بتيجي الساعه 2:30 بيفتح ترجوت الظرف، وبيلاقي علي كاتب له ان هو قرر يأذي نفسه لان هو زهق من حياه الخلود. وبنرجع لعلي وهو ماسك المسدس وموجهه ناحيه صدره، ولكن قبل ما يدوس على الزناد بيفتكر كلام هاريكا، فبيتراجع عن قراره وبيقرر ان هو يعيش عشانها. وبيوصل ترجوت عنده وهو مرعوب ان هو يكون عمل في نفسه حاجه، ولما بيلاقي لسه عايش بيرتاح جدا. وتاني يوم بنشوف هاريكا في طياره متجهه لاسطنبول، وبتتفاجئ ان علي قاعد على الكرسي اللي جنبها، وبيقول لها ان هو فكر في كلامها واكتشف ان فعلا في فراغات وعيوب كتيره في قصته، وبيطلب منها تساعده وتملى الفراغات دي، وفي المقابل هيساعدها في كتابه روايتها. ولما بيوصلوا لمطار اسطنبول بيديها علي الكارت بتاعه علشان تتواصل معاه، ولما بتخرج من المطار بتلاقي جيم وسوريا في استقبالها، واول ما سوريا بتشوف علي بتتصدم جدا لانه كان جوزها وحبها الاول، وبتكون مصدومه اكتر لان شكله لسه شباب زي زمان، فبتحاول تقنع نفسها ان هي بتتوهم. وبنعرف ان علي كان مفهم سوريا ان اسمه اشرف، ومفهم هاريكا ان هو اسمه كمال لان هو مش حابب حد يعرف هويته الحقيقيه. وبنرجع لعلي وهو بيحكي لترجوت ان في صندوق موجود فيه اثباتات ان هو عايش بقاله 130 سنه، وان هو محتاج يجيب الصندوق ده في اسرع وقت قبل ما اعدائه يوصلوا له، ولكن الاول لازم يوصلوا لمفتاح الصندوق. وفي نفس الوقت بتوصل هاريكا لبيتها وبتلاقي حماتها عندهم في البيت، وبتكون جايبه لها معاها فستان فرحها، وبيكون واضح ان هاريكا مش مبسوطه ان هي هتتجوز لكنها بتظهر عكس كده. وفي الوقت ده بيوصل علي لمحل مجوهرات وبيسال صاحبه المحل عن
سيدة اسمها إيف لأن هو كان شايل معاها أمانة. فصاحبة المحل بتقوله إن هي توفت من 10 سنين وكل الأمانات نقلوها لدكان أخوها يورجو. وبيتفاجئ علي لما بيشوف الأنسيال اللي كان شاريه زمان لصوريا موجود في المحل، فبيفهم إن هي باعت الأنسيال بعد انفصالهم، وبيقرر يشتريه مرة تانية ويقدمه هدية لهاريكا. وبعدها بتتصل هاريكا على علي وبتقوله إن هي عايزة تقابله علشان يكمل لها باقي القصة، فبيتفق معاها إن هما يتقابلوا النهاردة بالليل في مطعم صاحبه. وبالليل بتروح هاريكا تقابله في المطعم وبيديها علي الأنسيال، فهاريكا بتفرح جدا بالهدية وبتشكره. وفي الأثناء دي جيم بيتصل عليها علشان يعرف هي فين، فبتقوله إن هي قاعدة مع الراجل اللي بيساعدها في كتابة روايتها. فجيم بيتعصب جدا إن هي قاعدة مع راجل غريب وبيقرر يروح لها على هناك. ولما بيوصل جيم للمطعم بيسلم على علي طاهر ببرود وبيفضل يتكلم معاه بكل وقاحة. وطبعا هاريكا بتتحرك فبتاخد خطيبها وبيمشوا، وبتفضل تتخانق معاه لأن هو أحرجها جدا قدام علي، وبتطلب منه يثق فيها لأن هي ما بتعملش حاجة غلط. وفي نفس الوقت بيقول علي طاهر لترجوت إن الصندوق موجود في بدروم تحت قصر سوريا، وإن هو ممكن يدخل لهناك عن طريق ممر سري موجود في حديقة القصر. ولما بترجع هاريكا للبيت بتبدأ في كتابة الرواية، لكنها مش بتكون قادرة تركز خالص لأن كل تفكيرها بيكون في علي، وبتكون خايفة إن هي تقع في حبه. وتاني يوم بيروح علي يقابل هاريكا وبيوريها خبر في جريدة قديمة، وبيكون الخبر بيتكلم عن الراجل اللي عاش 130 سنة. فهاريكا بتنصدم إن القصة طلعت حقيقية وإن هي مش من وحي خياله. ووقتها بيجي اتصال لعلي من ترجوت وبيقول له إن هو وصل لدكان يورجو علشان يجيب المفتاح، لكنه لقى يورجو ميت. ومن الواضح إن أعداء علي وصلوا قبله علشان يدوروا على المفتاح لكنهم ما قدروش يوصلوا له، فعلي بيطلب منه يدور على المفتاح تحت الشجرة. وبالفعل ترجوت بيعمل كده وبيلاقي المفتاح. وبعدها علي بيعتذر لهاريكا إن هو مش هيقدر يساعدها أكتر من كده في كتابة الرواية لأن هو غالبا هيمشي من اسطنبول. وفي اللحظة دي هاريكا ما بتقدرش تسيطر على مشاعرها وبتقرب منه بشكل رومانسي، ولما بتستوعب اللي عملته بتعتذر له وبتمشي بسرعة. وبيروح علي يقابل ترجوت وبيقول له إن الناس اللي قتلوا يورجو هم نفسهم الناس اللي عاوزين يأذوه ويسرقوا الصندوق، ولازم الصندوق ده يكون معاه النهاردة. وبالليل بيتسلل علي للبدروم اللي في قصر سوريا، ولما بيفتح الصندوق بيتصدم إن هو فاضي. فبيخرج علي من البدروم وبيتفاجئ لما بيشوف هاريكا واقفة قدام القصر مع سوريا، فبيستوعب هنا إن سوريا تبقى عمتها، فبيمشي بسرعة قبل ما سوريا تشوفه. وبيروح علي قابل ترجوت وبيفاجئ إن سوريا تبقى عمة هاريكا، وبيكون مش قادر يصدق إن زوجته الأولى تبقى عمة البنت اللي هو بيحبها، وكمان عايشين مع بعض في نفس القصر اللي هو اتجوز فيه سوريا. فترجوت بينصحه يبعد عن هاريكا لأن لو سوريا شافته هيحصل مشاكل كتيرة، ولكن علي بيقوله إن هو استحالة يتخلى عن هاريكا لأن هو بيحبها، وبيقوله إن دي البنت الوحيدة اللي قدرت تخطف قلبه. وفي الوقت ده بيوصل جيم عند هاريكا وبيقول لها إن هو محضر لها مفاجأة، وبياخدها المكتب جديد وبيفاجئها إن هو اشترى المكتب ده علشان تكتب في روايتها. فهاريكا بتتأثر جدا وبتكون حاسة بالذنب ناحيته، فبتعترف له إن هي بس علي وشايفة إن هما المفروض يأجلوا جوازهم شوية لحد ما تقدر تحدد طبيعة مشاعرها ناحيته. فبيتصدم جيم من كلامها وبيسيبها وبيمشي وهو بيعيط. وبيجي اتصال لهاريكا من علي وبيقول لها إن هو محتاج يشوفها، فبتروح هاريكا تقابله في مطعم وبتعتذر له على اللي حصل بينهم آخر مرة. فبيقول لها علي إن مفيش راجل هيزعل لما بنت جميلة تبوسه، فهاريكا بتفضل تضحك على كلامه. وبيفاجئها علي إن هو غير رأيه وقرر يساعدها في تكملة الرواية. وبعد شوية بيجي اتصال لهاريكا من عمتها التانية اللي اسمها ساجدة وبتقول لها إن جدتها مازيا مش موجودة في البيت. فبسرعة هاريكا وعلي بيروحوا يدوروا عليها في الشوارع، وبيبعت علي رسالة لترجوت وبيطلب منه يدور على الجدة مازيا لأن هي مفقودة ومصابة بالخرف. وبيتفاجئ ترجوت بوصول حبيبته جنان عنده وبتطلب منه يقعد معاها شوية لأنها مفتقداه، فبيقول لها إن هو هيروح مشوار مهم وهيرجع لها تاني. وبتكون الجدة في الوقت ده بترقص في الشارع مع مجموعة من الناس ومبسوطة جدا. وبعد وقت طويل من البحث بيقدر ترجوت إن هو يلاقي الجدة، فبيبعت رسالة لعلي علشان يطمنه. فعلي بيطمن هاريكا إن هم لقوا جدتها، فهاريكا بتحضنه وبتشكره على اللي هو بيعمله معاها. وبالليل بتقعد زيرين مع جدتها وبتطلب منها ما تخرجش بره البيت لوحدها تاني لأن هم كانوا خايفين عليها جدا، ولكن الجدة مش بتكون مهتمة بكلامها وبتفضل تتفرج على الفيديو بتاعها وهي بترقص في الشارع. وبيتصل جيم على هاريكا وبيسألها لو هي عايزة تكمل معاه، فبتقول له إن هي محتاجة شوية وقت علشان تفكر، فبيطلب منها تاخد قرار وترد عليه في أسرع وقت. وبعدها بتعترف هاريكا لعمتها سوريا إن هي عمرها ما حست بالانجذاب
ناحية جيم، لكنها ما كانتش مدركة الموضوع ده لحد ما قابلت علي، وساعتها عرفت معنى الحب الحقيقي، ولكنها حاسة بالذنب ناحية جيم لان هي عارفة ومتأكدة ان هو بيحبها. فسوريا بتطلب منها تعزم علي على العشاء، ولو طلع كويس فعلا فهي هتسمح لها ان هي ترتبط بيه. فهاركة بتحضن عمتها وبتشكرها ان هي حاسة بيها وبتدعمها في كل قراراتها. فسوريا بتقول لها ان سعادتها اهم من اي حاجة في الدنيا، وبتتصل هاركة على علي طاهر وبتقول له ان عمتها عزمها على العشاء بكرة بالليل. فبيتوتر علي في البداية لكنه بيقول لها ان هو جاي. وتاني يوم بتتصل هاركة على جيم وبتقول له ان هي مش هتقدر تكمل معاه، وبيروح ترجوت يحكي لعلي ان في عمال تصليح دخلوا قريب لقصر سوريا علشان يصلحوا الغلاية، وبيقول له ان هو شاكك ان هم اللي سرقوا الحاجة اللي كانت في الصندوق، لانه لما عمل تحريات عنهم اكتشف ان هم مش تبع شركة التصليح. فعلي بيطلب منه يعرف له مين الناس دول بالظبط. وبالليل بيوصل علي للقصر وبتستقبله هاركة، وطبعا اول ما سوريا بتشوفه قدامها بتتصدم. فبيروح علي يعرفها على نفسه وبيقول لها ان هو اسمه كمال، ومن كتر ما سوريا كانت مصدومة بيكون هيغمى عليها، ولكن علي بيمسكها بسرعة قبل ما تقع. وبعدها بتروح سوريا تقعد لوحدها في الأوضة وبتحاول تقنع نفسها ان علي شبه جوزها اشرف مش اكتر. وبعدها بترجع سوريا تقعد مع علي واسرتها وهم بيتعشوا، وبتكون طول القعدة مركزة جدا مع علي وبتفضل تسأله شوية اسئلة علشان تتأكد لو هو فعلا اشرف، ولكن علي بيجاوب على اسئلتها بذكاء علشان ما يكشفش عن هويته الحقيقية. وبعدها بتتصل ماجدة والدة جيم على سجدة علشان تسألها هم ليه اجلوا زيارتها هي وجوزها اليوم تاني. فسجدة بتقول لها ان هاركة عزمة واحد صديقها في بيتهم فاضطروا ان هم يأجلوا الزيارة. فماجدة بتتعصب جدا وبتقرر تروح القصر علشان تعرف مين الراجل ده. وبنرجع لسوريا وهي بتسأل علي لو هم يعرفوا بعض قبل كده، ولكن علي بيأكد لها ان دي اول مرة يشوفها. فبتقول لسوريا ان هو شبه حد كانت تعرفه زمان، وبيكونوا كل اللي قاعدين مستغربين من تصرفات سوريا وحاسين ان هي مش مرتاحة لوجود علي. وفي اللحظة دي بتوصل ماجدة عندهم وبتفضل تتخانق مع الأسرة لأنهم أجلوا زيارتهم علشان يعزموا راجل غريب في بيتهم. فهاركة بتاخدها على جنب وبتفاجئها ان هي وجيم انفصلوا عن بعض وعلشان كده لغوا الزيارة. فماجدة بتفضل تتخانق معاها لأن هي فسخت خطوبتها بعد ما جهزوا كل لوازم الفرح. فهاركة بتطلب منها تتكلم معاها باحترام، فبتقول لها ان هي كانت غلطانة لما عملت لها قيمة، وبتقول لها ان ابنها يستاهل بنت أحسن منها بمليون مرة، وبتسيبها وبتمشي. وبعد العشاء بيطلب علي من هاركة ان هي تاخده جولة في القصر. فبتوديه هاركة لمكانها المفضل في القصر وبتقوله ان هي لما بتحب تبعد عن دوشة البيت بتيجي تقعد هنا لوحدها. فعلي بيمسك ايديها وبيقول لها ان شكلها جميل جدا النهاردة، وبيقربوا هما الاتنين من بعض. والمشكلة هنا ان جيم بيكون وصل قدام القصر وبيشوف علي طاهر وهاركة من الشباك وهم في وضع رومانسي. وفي نفس الوقت بيعترف ترجوت لجنان ان هو مش مرتاح في علاقته معاها ومن الافضل ان هما ينفصلوا. فبتقوله جنان ان هي هتندمه على الكلام ده، وقبل ما تمشي بتسرق مفتاح من جيبه. وبعدها هاركة وعلي بيرجعوا يقعدوا مع باقي الاسرة، وبتقترح الجدة ان هم يشغلوا اغاني ويقوموا يرقصوا لان هي ما بتحبش النكد. وبالفعل بيعملوا كده وبيقوم علي يرقص مع سوريا، وبتسأله سوريا عن اسم ابوه. فبيقول لها ان هو اسمه اشرف اناضول، وبنعرف ان هو قال لها كده علشان يقنعها ان هو يبقى ابن اشرف. واول ما سوريا بتعرف ان هو ابن اشرف بتتعصب عليه وبتفضل تصرخ وبتطرده بره البيت. فهاركة بتسأل سوريا هي ليه طردت علي، فسوريا بتأمرها تبعد عن الراجل ده وما تفكرش فيه ابدا. ولما بيخرج علي من البيت بيلاقي جيم مستنيه وبيكون رافع عليه السلاح، فعلي بيقول له ان هو هيندمه على الحركه دي. وبعدها هاركة واختها بيلاقوا جيم مضروب ومرمي قدام القصر، فبسرعه بيدخلوا القصر علشان يعالجوه. وبتسأله هاركة مين اللي عمل فيه كده، فبيقول لها ان علي هو اللي ضربه. وطبعا هاركة بتتصدم ومش بتكون متخيله ان علي طلع بالوحشيه دي. فبسرعه هاركة وزيرين وسوريا بينقلوا جيم للمستشفى، وفي المستشفى بتخرج زيرين من اوضه الطوارئ لان هي اساسا مريضه، وبتطمن هاركة ان جيم بخير. وبعدها بتتصل هاركة على علي وبتساله هو ازاي قدر يأذي جيم بالشكل ده. فعلي بيستغرب جدا وبيحلف لها ان هو ما لمسهوش اصلا، وبيطلب منها تصدقه لان هو ما بيكذبش عليها. وفي الحقيقه ان علي ما ضربهوش فعلا، وكل اللي عمله هو انه اخذ منه المسدس قبل ما يضرب عليه نار، وضغط على منطقه معينه في رقبته وخلاه يفقد الوعي مش اكتر. ولما بتعرف سوريا ان هاركة كانت بتكلم علي بتفضل تزعق لها وبتفهمها ان الراجل ده خطير ولازم تبعد عنه. فهاركة بتقول لها ان علي قال لها ان هو ما ضربش جيم وهي مصدقاه. وبعدها بتدخل هاركة تطمن على جيم، وبيستغل جيم الحاله اللي هو فيها وبيحاول يمسك ايديها لكنها بتصده. وفي الوقت ده بتدخل علي
عليهم ماجدة وبتنهار لما بتشوف ابنها في الحالة دي، وبتفضل تتخانق مع هاركة وعمتها وبتقول لهم ان هي هتحاسب علي وهتحاسبهم كلهم على اللي حصل في ابنها. ولما بيوصل علي للمستشفى بيدخل اوضة جيم وبيتهمه ان هو مختل عقليا لان هو لفى له التهمة علشان يحاول يرجع لهاركة تاني. وبتدخل عليهم هاركة في اللحظة دي، فجيم يتظاهر ان علي كان جاي هنا علشان يأذيه، فهاركة بتاخد علي وبيخرجوا برا المستشفى وبتشوفهم سوريا واقفين لوحدهم. فبتتكلم سوريا مع علي على انفراد وبتسأله هو ازاي جات له الجرأة ان هو يجي لحد هنا بعد اللي عمله في جيم. فبيقول لها علي ان هو ما عملش حاجة اصلا، وكمان لاحظ ان هي بتكرهه من ساعة ما عرفت اسم ابوه، وبيسألها لو ابوه عمل حاجة تزعلها. فبتقول له سوريا ان ابوه احقر انسان عرفته في حياتها، وبتأمره يخرج من حياة هاركة. ولما بيرجع علي للبيت بيلاقي ظرف فيه صورة للقصر وهو بيولع، فبيفتكر سنة 1985 لما مجموعة من الناس خطفوه وقالوا ان هم عارفين ان هو ما بيكبرش ابدا، وده بسبب المعجزة اللي حصلت له، وبيخيروه بين ان هو يشتغل جاسوس لصالح المانيا او انهم يولعوا في القصر. وتاني يوم في وقتنا الحالي بنشوف هاركة بتفطر مع اسرتها وبتسأل سوريا هي ليه طردت علي من البيت وليه بتكرهه قوي كده. فبتعترف لها سوريا ان علي ده يبقى ابن اشرف جوزها. وطبعا هاركة بتتصدم من اللي بتسمعه وبتبدأ تحس ان علي يقرب منها لغرض مش كويس. وبنرجع للماضي لما سوريا سألت علي لو هو فعلا بيشتغل جاسوس لصالح المانيا، فعلي بينكر كل الكلام ده، لكن سوريا شافت دم على هدومه فحست هنا ان هو بيكذب عليها. وبعدها سوريا بلغت عنه الشرطة وقبضوا عليه، ومن اللحظة دي بقى علي بيكره سوريا جدا. وفي وقتنا الحالي بتروح هاركة تقابل علي وبتقوله ان هي مش قادرة تحس بالامان، وده من ساعة ما عرفت ان هو ابن اشرف، لان هي حاسة ان نيته مش كويسة وبدأت تصدق كلام عمتها لما قالت لها ان هو اللي ضرب جيم، وبتعتذر له ان هي مش هتقدر تكمل معاه اكتر من كده، وده بالرغم من انها لسه بتحبه وبتسيبه وبتمشي. وفي المستشفى بيعترف جيم لامه ان هو اللي اذى نفسه، لكنه لفق التهمة لعلي علشان يحاول يرجع لهاركة لانه لسه بيحبها. وبتكون زيرين بتتصنت عليهم وسمعت كل الكلام ده، وبالليل بتحكي زيرين لهاركة ان جيم هو اللي اذى نفسه ولفق التهمة لعلي. فهاركة بتفرح جدا ان علي طلع بريء. وفي نفس الوقت بنشوف تورجوت بيستجوب جنان علشان يعرف منها هي ليه سرقت منه المفتاح، وبيسألها هي بتشتغل لصالح مين بالظبط. فبتقوله ان في جماعة مجهولة طلبوا منها ان هي تسرق المفتاح وهددوها ان هم هيقتلوها لو ما نفذتش كلامهم. وفي اليوم اللي بعده بتدخل سوريا لأوضة هاركة ولكن مش بتلاقيها، لكنها بتشوف الانسيال اللي علي كان جايبه لها زمان على سرير هاركة، فبتتصدم جدا. وفي الوقت ده بتروح هاركة تقابل علي، واول ما بتشوفه بتاخده بالحضن وبتأكد له ان هي بتعشقه واستحالة تشك فيه تاني. فعلي بيعرض عليها ان هي تتجوزه، ولكن بيقطع لحظتهم الجميلة دي وصول سوريا، وبتوري لهاركة الانسيال بتاعها وبتقول لها ان اشرف كان جايب لها الانسيال ده في عيد ميلادها، وان علي اشتراه تاني بعد ما بعته وقدمه ليها، وده مالوش غير معنى واحد بس، وهو ان علي نيته مش كويسة وبيتلعب بيها. وبتسحب هاركة من ايديها علشان تروح معاها، ولكن هاركة بتمنعها وبتقول لها ان علي مالوش ذنب في اللي اشرف عمله فيها زمان، وبتطلب منها تبطل تتدخل في حياتها. فسوريا بتفقد اعصابها وبتضربها على وشها بالقلم، وطبعا هاركة بتتصدم لان دي اول مرة تضربها. فبتسيب عمتها وبتروح تركب اليخت مع علي وبيمشوا. وفي الوقت ده بيكون تورجوت موجود في القصر، وبنعرف ان هو اتصاحب من فترة على اسهال مرات عم هاركة علشان يقدر يدخل للقصر براحته ويعرف مين الناس اللي سرقوا الحاجة اللي كانت في الصندوق. وبنرجع لهاركة وهي بتسأل علي لو هو فعلا بيحاول يتلاعب بيها، فبيأكد لها علي ان هو بيحبها واستحالة يأذيها. فبتقول له هاركة ان هي اكتشفت ان القصص اللي بيحكيها عن الرجل اللي عنده 130 سنة كانت عن ابوه اشرف وجده، لان من ضمن القصص اللي هو قالها لها كانت قصة راجل اشترى اسورة لمراته، وكان ده نفس اللي حصل مع عمتها واشرف، واكيد القصص دي كانت عن جده. وطبعا علي ما بيقدرش ينكر الكلام ده، فهاركة بتسأله هو ليه مش صادق معاها، وحاسة دايما ان هو مخبي عليها اسرار كتير. فبيقول لها ان في اسرار في حياته صعب ان هي تستوعبها. فبتقول له هاركة ان هو حاططها في موقف صعب، لانها المفروض تختار بينه وبين عمتها سوريا، وفي كل الاحوال هي مش مستعدة تخسر سوريا علشانه، وعلشان كده هتختارها هي. فعلي بيزعل جدا ان هي هتسيبه، لكنه بيحترم قرارها. وبعدها بيتصل علي على تورجوت وبيطلب منه يجيب له عقد ملكية القصر، وبنعرف ان القصر اساسا كان ملك لعلي طاهر، لكنه زمان كتب نص القصر باسم سوريا والنص التاني بتاعه. وبالليل لما بترجع هاركة للقصر بتفضل سوريا تتخانق معاها
بتأمرها تبعد عن علي، فهاريكا بتقول لها ان هي ما بقتش صغيرة وتقدر تاخد قرارها بنفسها. وفي نفس الوقت بيروح علي طاهر يقابل تورجوت وبيقول له ان هو قرر يعيش في القصر علشان يحمي هاريكا، لان الناس اللي عاوزين يأذوه اكيد مش هيسيبوا هاريكا واسرتها في حالهم. ولما بيرجع تورجوت للبيت بيلاقي جنان مستنياه، وبتقدر تضحك على عقله بكلمتين حلوين وبيرجعوا لبعض. وفي اليوم اللي بعده بنشوف هاريكا واسرتها بيفطروا سوا على السفرة، وفجأة بيلاقوا علي داخل عليهم ومعاه عقد ملكية القصر، وبيقول له سوريا ان العقد مكتوب فيه ان نص القصر ملك لابوه، لان هو باع لها النص التاني زمان، وده معناه ان من حقه يعيش في القصر زيهم بالظبط. وطبعا كل اللي قاعدين بينصدموا من كلامه، فسوريا بتاخده على جنبه وبتقول له ان هي كانت متأكدة ان هو قرب من هاريكا علشان يستحوذ على نص القصر، فبيقول لها ان هو اساسا اتعرف على هاريكا قبل ما يعرف ان هي عمتها. فبتقول له سوريا ان هي مش هتسمح له مهما حصل يعيش في القصر. فعلي بيطلب منها تقرا العقد وهتعرف بنفسها ان من حقه يعيش فيه، لان ده الورث اللي اشرف سابهوله قبل ما يموت. فسوريا بتتهمه ان هو حقير زي ابوه، فعلي بيقول لها ان اشرف عمره ما كان حقير، وبيفكرها لما اتهمت اشرف ان هو خانها وطردته من البيت، وده بالرغم من ان هي اللي كانت بتخونه مع راجل تاني. وكمان بيفكرها لما بلغت عنه من غير ما تعرف الحقيقه، فبتتصدم سوريا ان هو عارف كل المعلومات دي، وبتكون على وشك ان هي هتضربه بالقلم على وشه ولكنه بيمنعها، وبيخيرها بين ان هي تديله نصيبه في القصر كاش او ان هو يجي يعيش معاهم، ولكن سوريا بترفض تديله فلوس. فعلي بيطلب منها تجهز له اوضته وبيسيبها وبيمشي. وبتكون هاريكا مصدومه جدا وبتفتكر ان علي قرب منها علشان يستحوذ على القصر، فبتروح تقول له سوريا ان هي كان معاها حق في كل اللي قالته على علي، وان هو فعلا طلع انسان مش كويس واستغل حبها ليه علشان يستحوذ على القصر. وبالليل بتتجمع سوريا مع اسرتها علشان تقول لهم على قرارها في موضوع بيع القصر، وبتقول لهم ان هي قررت ما تبيعش القصر وهيفضلوا عايشين فيه غصبا عن علي. وبتطلب سوريا من هاريكا ان هي تنادي على علي علشان تقول له الكلام ده. وفي الوقت ده بيكون علي بيتمشى في جنينه القصر وبيلمح راجل ملسم داخل القصر، فبسرعه بيهجم عليه علشان يعرف مين ده، وبيطعنه في بطنه وبيهرب بسرعه. فبتروح هاريكا تدور على علي وبتتصدم لما بتلاقيه مطعون، فبتطلع تجري عليه وهي مرعوبه، وبتكون عاوزه تنادي على اسرتها علشان يلحقوه، لكنه بيطلب منها ما تناديش على حد. فبتقول له هاريكا ان هو لازم يروح المستشفى، لكنه بيقول لها ان هم هيقتلوه لو راح المستشفى. وبتسمع هاريكا صوت عمتها، فبتاخدها وبيرجعوا بسرعه على القصر قبل ما تشوف علي. ولما بتتاكد هاريكا ان كل اللي في القصر ناموا، بتروح لاوضه علي اللي في الجنينه، وبتلاقي حالته خطيره جدا لان هو نزف كتير، فبتتحايل عليه علشان توديه المستشفى، لكنه برضه بيرفض وبيطلب منها تخيط له الجرح بنفسها. فبترجع هاريكا تاني للقصر وبتسرق ادوات طبيه من اوضه اختها زارين، وبترجع لعلي علشان تخيط له الجرح لكنها ما بتقدرش. وفي الوقت ده بتصحى زارين من النوم وبتلاقي الادوات الطبيه بتاعتها ناقصه، فبتروح لاوضه علي وبتتفاجئ لما بتلاقي اختها هناك، فبتفضل تزعق لها لان هي اتفقت معاها تقطع علاقتها بيه. ولكن لما زارين بتشوف علي مصاب بتتخض عليه وبتقول له ان هو لازم يروح المستشفى لان هو ممكن يكون عنده نزيف داخلي، ولكن هاريكا بتقول لها ان هو مش هينفع يروح، وبتتحايل عليها تخيط له الجرح قبل ما يموت، فبتضطر زارين ان هي توافق. وبعدها هاريكا بتسال علي هو ليه مش عاوز يروح المستشفى، فبيفتكر علي سنه 1954 لما الاطباء اكتشفوا ان هو ما بيكبرش وخلايا جسمه بتتجدد بسرعه رهيبه، فحبسوه في المستشفى علشان يعملوا عليه تجارب، لكنه بعد فتره قدر يهرب منهم. وبنرجع لوقتنا الحالي وبيطلب علي من هاريكا ان هي تكمل باقي الروايه لان هو عاوز كل العالم يعرفوا القصص اللي هو بيحكيها، فبتوعده هاريكا ان هي هتكملها، لكنها بتطلب منه يرتاح وما يفكرش في اي حاجه دلوقتي. ولما بترجع هاريكا لاوضتها بتبدا تكمل الروايه، وبتلاقي عمتها سوريا داخله عليها وبتقول لها ان هي موافقه ان علي يساعدها تكمل روايتها، ولكن اهم حاجه ان هي تتعامل معاه بحدود وتنسى فكره ان هم يرجعوا لبعض تاني. وتاني يوم على الفطار بتطلب سوريا من ميري ان هي تروح تنادي على علي علشان يفطر معاهم، ولكن هاريكا بتوقف ميري قبل ما تدخل له وبتقول لها ان هي اللي هتنادي عليه. ولما بتروح هاريكا تطمن عليه بتتفاجئ ان حالته اتحسنت جدا، فبتستغرب لان هو كان على وشك يموت امبارح. وعلى الفطار بتقول سوريا لعلي ان هي قررت تفضل في القصر وان هي مش هتديله نصيبه كاش، وشايفه ان هو لازم يمشي من القصر لان في ستات كتيره في البيت، لكنه بيرفض يمشي. وفي نفس الوقت ده بنشوف جيم بيدفن السكينه اللي طعن بيها علي امبارح، وبعدها بيروح جيم للقصر وبيحاول يتسلل لاوضه علي، لكن علي بيوقفه
بيقول له ان هو عارف ان هو اللي حاول يقتله امبارح، لكنه مش هيبلغ عنه الشرطه بشرط واحد، وهو انه ما يجيش القصر تاني. وبنعرف ان الراجل المجهول اللي عاوز يأذي عليه هو اللي طلب من جيم يطعنه. وبالليل بيروح جيم يقابل واحد من اتباع الراجل المجهول وبيديله ملف فيه معلومات خطيره عن علي. فبيروح جيم يقابل سوريا بره البيت علشان يوريها الملف، وبيقول لها ان الملف مكتوب فيه ان علي اتولد سنه 1987، ودي نفس السنه اللي اشرف مات فيها هو في السجن، ده غير ان ملوش اي سجلات عند الحكومه. وبيقول جيم لسوريا ان علي غالبا نصاب ومش ابن اشرف ولا حاجه. فسوريا بتقول له ان الكلام ده استحاله يكون حقيقي لان هو نسخه طبق الاصل من اشرف. فجيم بيقترح عليها ان هم يخرجوا جثه اشرف من المقابر علشان ياخدوا منها عينه ويطبقوها بعينه دي ان ايه من علي. وفي اليوم اللي بعده سوريا بتتسلل لاوضه هاريكا وبتقرا الروايه بتاعتها، وبتتصدم جدا لما بتقرا قصه الراجل اللي عاش 130 سنه، وبتلاقي ان كل احداث الروايه مطابقه لقصتها هي واشرف. فبتبدا تشك ان اشرف هو نفسه علي، وكمان بتلاقي خطه في الكتابه هو نفسه خط اشرف. فبتقرر تعمل حاجه علشان تكشفه، فبتجيب نباتات اللافندر وبتحطها جنبه وهو بيتعشى لان هو عنده حساسيه منها. وبالفعل بيبدا علي يكح وما بيقدرش يكمل عشاء وبيرجع لاوضته. وفي الوقت ده بيتصل ترجوت على علي وبيقول له ان هو اكتشف ان سوريا بتحول فلوس كل شهر بره تركيا لوالده هاريكا وزيرين. وبنرجع لهاريكا وهي بتسال سوريا عن سبب تصرفها الغريب مع علي لانها حاسه ان هي مخبيه عليهم حاجه. فبتوريها سوريا صوره الاشرف واللي بيكون هو نفسه علي. فبتفتكر هاريكا قصه الحرب اللي هو حكاها لها واللي كانت عن الراجل اللي اتصفى بطنه وقت الحرب، وبتبدا تشك هي كمان ان هو عايش بقاله 130 سنه. فبتروح هاريكا عند علي وبتفك القميص بتاعه وبتساله عن سبب وجود جرح في بطنه. فبيسالها هي عاوزه تعرف ليه، فبتقول له لان هي شاكه ان هو يبقى اشرف. فبيسالها مين اللي دخل في دماغها الافكار الغريبه دي، فبتقول له ان عمتها سوريا هي اللي قالت لها كده، لكنها حاسه ان الموضوع مش منطقي. فبيروح علي يتخانق مع سوريا، واول ما سوريا بتشوف الجرح اللي في بطنه وبتناديه باشرف، وبتكون مقتنعه خلاص ان هو اشرف، وبتامره يبعد عن هاريكا. فبيقول لها ان هي لو حاولت تبعده عنها فهو هيقول لهاريكا ان هي بتبعت فلوس كل شهر لامها علشان تبعدها عن بناتها. فبتتصدم سوريا ان هو عارف الموضوع ده، ومن كتر صدمتها بيغمى عليها. فبسرعه علي بيشيلها وبيحطها على السرير، وبيقدر علي بذكائه يقنع هاريكا ان هو مش اشرف. وبتكون هاريكا قلقانه جدا على سوريا لان هي لسه مقتنعه ان علي يبقى هو اشرف. فبتقرر تحجز لها ميعاد مع دكتوره نفسيه، وطبعا لما الدكتوره النفسيه بتسمع حكايه سوريا مش بتصدقها، وبتقول لها ان هي تعرضت لصدمه كبيره في حياتها وان هي بتتخيل حاجات غريبه، وبتكتب لها على شويه مهدئات. وبنرجع بالزمن 40 سنه لورا، وبنعرف ان مازيان اكتشفت سر علي بالصدفه وعرفت بموضوع المعجزه اللي حصلت له، لكنها طمنته ان هي مش هتجيب سيره لحد ولا حتى لبنتها سوريا. وبالفعل مازيان فضلت محتفظه بالسر ده لحد النهارده. وفي الوقت الحالي بيوصل لسوريا جواب من البنك، وبتعرف منه ان القصر مرهون للبيع بسبب الديون اللي عليهم، ولازم يسددوا الديون دي في خلال اسبوعين. وبالليل بتقعد مازيان مع علي وبتقوله ان هي كانت عند وعدها ليه واحتفظت بسره لمده 40 سنه، وهتفضل محتفظه بالسر ده لحد ما تموت، لكنها بتطلب منه ما يكسرش قلب سوريا ولا يعمل حاجه تزعلها لان هي لسه بتحبه ومتعلقه بيه. وتاني يوم بترجع هاريكا لشغلها الاساسي في مكتب المحاماه، وبيستدعيها المدير لمكتبه وبيقول لها ان في عميل عنده شركه ترميم معماري عاوز يشتغل معاها. وفي ثواني بيوصل العميل عندهم، وبتتفاجئ هاريكا ان هو يبقى علي. فبتفهم ان هو عمل كده علشان يحاول يرجع لها تاني. وبالليل بتقول سوريا لاسرتها ان هي دفعت كل الديون اللي عليهم خلاص، فكلهم بيستغربوا وبيكونوا مش عارفين هي جابت الفلوس منين. وفي نفس الوقت بيعمل علي تحريات عن جنان لان هو عارف ان هي بتشتغل لصالح الجماعه اللي عاوزين ياذوه، وبيعرف ان هي شغاله حاليا لصالح راجل اسمه رضا كولو، وده يبقى ابن راجل اسمه خليل كولو. وخليل ده كان عارف سر علي وحاول ياذيه اكتر من مره، لدرجه ان هو عمل عليه تجارب وكان عاوزه يشتغل جاسوس لصالح المانيا، لكن علي رفض ان هو يكون جاسوس. فخليل قرر ان هو ينتقم منه واقنع سوريا ان جوزها جاسوس علشان كده بلغت عنه. وفي الوقت ده بيكون ترجوت قاعد مع الجنان، وبتعترف له ان هي شغاله لصالح الجماعه اللي عاوزين ياذوا علي، وبتطلب منه ينضم ليهم بدل ما تقتله. فترجوت بيقول لها ان هو يعرف علي من وقت ما كان عنده 8 سنين واستحاله ياذيه مهما حصل. فبتبدا جنان توقع بينه وبين صاحبه علشان تحاول تخليه ينضم ليهم. وفي اليوم اللي بعده بتكون هاري
متحركة في شغلها وبيجي لها اتصال من البيت وبتعرف منه ان جدتها تعبانة، فبسرعة بتتحرك هاريكا للبيت، لكنها بتتفاجئ ان اسرتها عاملين لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها وجدتها مش تعبانة ولا حاجة، وبيكونوا كلهم لابسين هدوم من التمانينات وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا طول الليل، وكمان علي وترجوت وجيم واسرته بيكونوا معزومين على الحفلة، وبتكون كل حاجة ماشية بشكل كويس لحد ما بيوصل بوكي ورد لهاريكا، ولما بتقرا هاريكا الكارت اللي على البوكي بتتفاجئ ان هو من امها نيهان، ولما سوريا بتعرف ان الورد ده من نيهان بتتوتر جدا، لكنها بتحاول تتصرف بشكل طبيعي علشان ما حدش ياخد باله، وبتروح هاريكا تقعد في اوضتها لوحدها وهي منهارة من العياط، وبتكون غضبانة جدا من امها لان هي تخلت عنها من 20 سنة، لكنها في نفس الوقت بتكون مفتقدة وجودها في حياتها. ولما بتخرج هاريكا من الاوضة بتلاقي علي قدامها وبيسألها لو حصل حاجة زعلتها، فبتقوله ان امها بعتت لها ورد لاول مرة من 20 سنة، ومش قادرة تحدد لو كانت فرحانة ولا زعلانة. وبعدها بتروح هاريكا تطفي الشمع وبيطلبوا منها تتمنى امنية، فبتتمنى في سرها ان هي تكمل باقي حياتها مع علي. وبعدها علي بيقعد مع ترجوت على انفراد وبيسأله هو ليه متغير معاه، فبيكتب له ترجوت على ورقة ان جنان بتتصنت عليهم، وبيتظاهر ان هو بيشتغل لصالحها علشان يحميه، وبيصدمه ان هاريكا في خطر وان هو لازم ياخدها بكرة لأي مكان بعيد عن اسطنبول. وفي نفس الوقت بتروح سوريا تشكر عدنان والد جيم لان هو سلفها فلوس علشان تسدد الديون اللي عليها، وبتوعده ان هي هترجع له فلوسه في اقرب وقت. وبعدها بتروح سوريا تتخانق مع علي وبتتهمه ان هو اللي بعت الورد علشان ينتقم منها، لكنه بيقول لها ان هو ما بعتش حاجة، وبيطلب منها تبطل كذبة على هاريكا وتقول لها على الحقيقة، فبتسأله هو يقصد ايه بكلامه، فبيقول لها ان هو عارف ان هاريكا مش بنت اخوها وزيرين هي بس اللي بنت اخوها. فسوريا بتتصدم ان هو عارف المعلومة دي كمان، وبنعرف ان نيهان كانت متجوزة من راجل تاني قبل ما تتجوز اخو سوريا وكان اسمه مدحت وخلفت منه هاريكا، لكنه مات وبعدها اتجوزت مدحت وخلفت منه زيرين، ولكن مدحت قرر ان هو يعامل هاريكا زي بنته بالظبط، وكمان ما قالهاش على حقيقة ان هو مش ابوها. وفي اليوم اللي بعده بيقرر علي ياخد هاريكا لمكان بعيد عن اسطنبول بحجة ان في قصر هناك محتاج ترميم، لكنه بيدي معلومات غلط لترجوت عن القصر اللي هيروحوه لانه عارف ان جنان موجودة معاه في العربية وهتتحرك على هناك علشان تخطف هاريكا. وفي نفس الوقت بتتفاجئ سوريا لما بتلاقي عدنان وصل القصر وجايب معاه ناس يقيسوا مساحة القصر، فبتسأله هو بيعمل ايه بالظبط، فبيقول لها عدنان ان هي مش هتقدر تسدد الديون اللي عليها لان وضعها المادي سيء جدا، وعلشان كده قرر ان هو ياخد القصر بدل الديون. فسوريا بتقوله ان ده ما كانش اتفاقهم من الاول، فبيقول لها ان هي لو كانت قرت شروط العقد اللي هي مضت عليه كانت عرفت ان من حقه ياخد القصر، وده لو هي ما سددتش الدين اللي عليها. فسوريا بتقوله ان هي ما كانتش متوقعة ان هو بني ادم حقير بالشكل ده، وبتطرده برا القصر. وفي الوقت ده جنان بتبعت رجالتها على المكان اللي المفروض هاريكا تكون موجودة فيه، لكنهم مش بيلاقوها، فبتطلب جنان من ترجوت ان هو يوقف العربية وبتخليه ينزل منها، وبتتهمه ان هو بيتلاعب بيها هو وصاحبه، لكن ترجوت بيأكد لها ان هو في صفها، فبتطلب منه يثبت لها ولاءه ويجيب لها هاريكا، وبعدها بتسيبه وبتمشي. فبسرعة ترجوت بيبعت رسالة لعلي وبيقوله ان خطتهم فشلت ولازم يلجأوا للخطة البديلة. وبالليل بنشوف هاريكا وعلي بيتعشوا سوا في مطعم، وبيسألها علي عن سبب تخلي امها عنها، فبتقوله ان سوريا قالت لها ان امها حبت راجل وهربت معاه برا تركيا، ومن وقتها وهي خايفة تقع في الحب لان هي خايفة تكون خاينة زي امها، وحتى جيم ما قدرتش تحبه بالرغم من ان هو طيب وبيحبها. وبتقول لعلي ان هو الشخص الوحيد اللي حبته من قلبها، وطبعا علي بيفرح جدا ان هي لسه بتحبه. وبيلاحظ علي في الوقت ده ان في شاب مراقبهم، فبيروح الحمام ورا الشاب ده وبيضربه، وبيفقد الوعي وبيسرق موبايله وبيمشي. وبعد العشاء علي بياخد هاريكا البيت وبيحكي لها قصة مؤثرة، والقصة دي حصلت له لكنه بيكون مفاهمها ان القصة دي حصلت لابوه، فهاريكا بتتأثر جدا بالقصة، وفجأة هما الاتنين بيقربوا من بعض. وبتقرر هاريكا ان هي تبات معاه النهاردة. وتاني يوم الصبح بتروح هاريكا تسأل علي لو هو لسه عاوز يتجوزها، فعلي بيتحمس جدا وبيقول لها ان دي امنيته. وفي نفس الوقت بتروح ماجدة تقابل سوريا وبتقول لها ان هي ممكن تقنع جوزها ان هو يسيب لهم القصر، ولكن بشرط واحد وهو انها تقنع هاريكا تتجوز جيم. وبنرجع لعلي وهاريكا وهم في العربية ورايحين للقصر، وبيلاحظ علي ان ترجوت ماشي وراهم بالعربية، فبيتظاهر علي ان عربيته عطلت، وبينزل ترجوت من عربيته وبيعرض على هاريكا ان هو يوصلها
لها للبيت فبتوافق، وبيطلب ترجوت من علي ان هو ما يقلقش على هاريكا لان هي في امان معاه. وبعدها بشوية بيوصل اتنين رجالة وبيخطفوا علي وبياخدوه عند جنان، وبتوري جنان حاجته اللي هي سرقتها من الصندوق، وبيتضح ان هي اللي سرقت كل اوراقه اللي تثبت ان هو عايش بقاله 130 سنة. فبيسألها علي هي عاوزة منه ايه بالظبط، فبتودي جنان لأوضة في بيتها، وبتوري ابوها اللي على اجهزة بقاله 5 سنين وفقد القدرة على الحركة وبيكون اسمه رضا، وده يبقى ابن خليل كولو. وبتطلب جنان من علي ان هو يقول لكل العالم على حقيقته لان محدش مصدقها والناس مفكرينها مجنونة. وبنعرف ان زمان علي ولع في المستشفى اللي خليل كان حبسه فيها لسنين علشان يعمل عليه تجارب، وولع فيها علشان يخفي اي ادلة متعلقة بيه. وفي نفس الوقت ده بتكون سوريا بتنبش في قبر اشرف علشان تتأكد ان جثته موجودة، وبتتصدم لما بيطلع القبر فاضي. وبنرجع لجنان وهي بتوري علي بس مباشر لترجوت، وبيكون رافع السلاح على هاريكا، لكن هاريكا بتكون مديه ظهرها ومش شايفاه، وبتأمر جنان ان هو يضرب نار، فترجوت بيضرب نار جنب هاريكا. وبتقول جنان لعلي ان الطلقة الجاية هتكون في نص دماغها وده لو ما تعاونش معاها. وبيكون علي مصدوم ان صاحبه الوحيد خانه، فجنان بتقول له ان هي حكت لترجوت لما زمان ولع في مطعم والد ترجوت وتسبب في موته، وده بعد ما اكتشف ان هو كان بيتعاون مع خليل. فعلي بيقول لها ان هو كان عارف ان والد ترجوت خانه لكنه ما اذاهوش، واللي ولع في مطعمه كان رضا. وبنرجع لهاريكا وهي مخضوضة من ضرب النار وبتسأله هو ليه عمل كده، فترجوت بيعتذر لها ان هو خوفها، وبيقول لها ان هو بيحب هواية الصيد وكان عاوز يصطاد عصفورة مش اكتر. وفي الوقت ده بتوصل سوريا للقصر وبتقتحم اوضة علي وبتفضل تدور على اي دليل يثبت ان هو اشرف، لحد ما بتلاقي الساعة بتاعته فبتفرح جدا وبتقول لأسرتها ان اشرف لسه عايش. وطبعا اسرتها بيكونوا خايفين جدا عليها وبيحسوا ان هي اتجننت. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة وبتقبض على سوريا بتهمة نبش القبور، ولما بتعرف هاريكا ان عمتها في القسم بتتحرك على هناك. وبتعرف هاريكا ان سوريا فقدت اعصابها من ساعة ما فتحت القبر وما لقيتش جثة اشرف، وطبعا هاريكا بتنصدم جدا ان جثته مش موجودة. وبعدها بيحقق الضابط مع سوريا علشان يعرف هي ليه فتحت القبر، فبتقول له سوريا ان هي اكتشفت النهاردة ان جوزها اشرف عايش بقاله 130 سنة. وطبعا الضابط بيعتقد ان هي مريضة عقليا، فبينقلها المستشفى الامراض النفسية التابعة للسجن. وبنرجع لجنان وهي بتاخد بصمات علي وعينة من ده، فبيسألها هي هتستفاد ايه من اللي بتعمله ده، فبتقول له جنان ان هي هتبعت العينات دي للمختبر، ولو اثبتوا ان هو عايش بقاله 130 سنة فهتاخد عينات من دمه وتحقنها في جسم ابوها علشان صحته تتحسن. فبيسألها علي هي هتعمل ايه لو التجربة فشلت على ابوها، فبتقول له ان هي هتقتل هاريكا. وبعدها جنان بتجبر علي يصور فيديو لنفسه وهو بيحكي موضوع المعجزة اللي حصلت له، فبيقول لها علي ان جدها وابوها ناس بشعة لان هم تعاونوا مع النازيين وخانوا بلدهم، وده غير ان جدها فضل يعمل عليه تجارب لسنين لان هو كان عاوز يصنع من خلايا جسمه جيش من البشر الخالدين لكنه لحسن الحظ فشل. وكمان جدها حط دم على هدومه علشان يخلي سوريا تصدق ان هو خاين وجاسوس. فبتسأله جنان هو ليه بيحكي لها الحاجات دي، فبيقول لها ان هي لازم تعرف حقيقة اسرتها لان هم مجرمين. وبتفضل جنان حبس علي في بيتها لان هي هتاخده تاني يوم ويسافر الامريكا علشان تعمل عليه بقى التجارب، لان هناك في امريكا في مركز ابحاث بتاع جدها موجود في ولاية نيويورك. وبتكون هاريكا قلقانة جدا على علي لانه مختفي من الصبح، فبتتصل على واحد صاحبها وبتبعت له رقم علي وبتطلب منه يحدد لها موقعه. وبعد شوية بتدخل اسالة على هاريكا وبتقول لها ان عدنان هياخد القصر بعد اسبوع وده لو ما دفعوش الديون اللي عليهم، لكن في حل وهو انها تتجوز جيم لان ماجدة وعدت عمتها ان هم هيسيبوا لهم القصر لو هي اتجوزت جيم. فهاريكا بتقول لها ان قصتها هي وجيم خلصت خلاص وما بقتش بتفكر فيه كزوج، فايسال بتطلب منها تفكر بعقلها لان ده الحل الوحيد علشان ما يخسروش القصر. وفي نفس الوقت بتكون زيرين حاسه بالذنب لان هي عملت علاقه امبارح مع جيم وهو سكران، فبتروح تقابله وبتقول له ان هي مش عارفه تبص في عينين اختها من ساعه اللي حصل، وقررت ان هي تعترف لها بالحقيقه. فجيم بيقول لها ان هو جاب لها رقم تليفون امها زي ما طلبت
لكنه مش هيدهولها غير لما توعده ان هي مش هتقول حاجة لاختها، فبتضطر زارين ان هي توافق. وفي اليوم اللي بعده بتقدر هاريكا ان هي تعرف مكان علي وبتتحرك على هناك. وفي نفس الوقت بيسجل علي فيديو لتورجوت وبيحكي له على حقيقة اللي حصل لابوه علشان يثبت له ان هو مخانوش زي ما هو فاكر. وبعدها بتخرج سوريا من مستشفى الامراض النفسية، وده بعد ما قالت للاطباء ان هي كانت في حالة صدمة امبارح وكانت بتقول اي كلام، لكنها دلوقتي استوعبت ان هي كانت بتتوهم، وبتكون قالت لهم كده علشان يخرجوها من المستشفى. وفي الوقت ده بتوصل هاريكا لبيت جنان وبتفضل تدور على علي لكنها مش بتلاقيه، لان جنان بتكون ركبت العربية مع علي علشان يروحوا المطار، ولكن في نص الطريق بتوقفهم الشرطة وبيقول الضابط لجنان ان في بلاغ متقدم ضدها لان في اسلحة في عربيتها. ولما الشرطة بيفتشوا العربية بيلاقوا فعلا في اسلحة فبيقبضوا عليها، لكن الغريب ان علي بيكون هرب، فجنان بتفهم على طول ان علي هو اللي حط الاسلحة علشان يتقبض عليها. وبنرجع لهاريكا وهي بتفتش في اوضة جنان وبتشوف كل الصور والوثائق اللي بتثبت ان علي عمره 130 سنة، وبتشوف كاميرا قدامها فبتشغلها وبتلاقي فيديو علي وهو بيعترف باسمه وهويته الحقيقية وبيحكي حوار المعجزة اللي حصلت له بالتفصيل، وطبعا بتكون هاريكا هتتجنن من اللي بتسمعه. وفي الوقت ده بيوصل علي عند هاريكا وبتكون في حالة صدمة بعد ما عرفت حقيقته، وبتسأله لو هو فعلا يبقى أشرف وعايش بقاله 130 سنة، فبيقول لها علي ان الكلام ده حقيقي وان هو اسمه علي طاهر مش كمال ولا أشرف، وبيكمل كلامه وبيقول لها ان كل القصص اللي حكاها لها دي كانت عنه هو. وبتكون هاريكا مش قادرة تستوعب ان هو عايش من 130 سنة، وفجأة بيوصل عندهم رجالة تبع جنان، فعلي بيشتبك معاهم وبيطلب من هاريكا تهرب بسرعة. ولما بيخرج علي من البيت بيلاقي تورجوت مستنيه وبيتهمه ان هو اللي قتل ابوه، فعلي بيقوله ان هو مسجل له فيديو عليه حقيقة اللي حصل لابوه وبيسيبه وبيمشي. فبيدخل تورجوت يتفرج على التسجيل وبيعرف ان رضا هو اللي قتل ابوه، فبيدخل لأوضة رضا وبيشيل من عليه الاجهزة وبيسيبه يموت. وبعدها بيروح علي يقابل هاريكا وبياخدها وبيهربوا بسرعة، وبتكون هاريكا في حالة صدمة لسه ومش مستوعبة ان هو عمره 130 سنة وكان بيكذب عليها. وكل ما علي يحاول يشرح لها ليه كذب عليها تفضل تزعق له وتطلب منه يسكت لان هي مش عاوزة تسمع مبرراته. ولما هاريكا بتهدى شوية بتقول له ان المشكلة الاكبر ان هو يبقى زوج عمتها، وبتسأله ازاي جات له الجراءة ان هو يمسك ايديها ويحضنها وهو باصص في عيون سوريا، وبتفضل هاريكا تضرب فيه وبتقول له ان هي بتكرهه، فعلي بيحضنها علشان يهديها، ولكن هاريكا بتزقه بعيد عنها. وقبل ما تمشي بتقول له ان لو رجع بها الزمن ما كانتش قابلته ولا حبته. وبعدها بيروح تورجوت يعتذر لعلي لانه شك فيه وبيطلب منه يسامحه، فعلي بيقول له ان هو مش زعلان منه. وبالليل لما بترجع هاريكا للقصر بتكتشف ان جدتها كانت عارفة سر علي من زمان، وبتطلب منها جدتها ان هي ما تقولش السر ده لسوريا لان هي ممكن تنهار. وفي الوقت ده بيتم الافراج عن جنان، ولما بترجع البيت بتكتشف ان ابوها مات، فبتراجع تسجيلات كاميرات المراقبة وبتكتشف ان تورجوت هو اللي قتله، فبتفضل تصرخ زي المجنونة وبتقرر تنتقم منهم كلهم. وفي اليوم اللي بعده بتروح هاريكا تقابل جيم وبتقوله ان هي موافقة تتجوزه، وبنعرف ان هي عملت كده علشان القصر ما يروحش منهم، لكنها لسه بتحب علي. وبالليل سوريا بتتجمع مع اسرتها وبيفضلوا يفتكروا مع بعض كل ذكرياتهم الجميلة اللي قضوها في القصر ده. وفجأة ماجدة بتوصل عندهم وبتقول لهم ان هي سعيدة لان اخيرا ابنها وهاريكا هيتجوزوا، وطبعا كلهم بيتصدموا من الخبر ده لان ما كانش عندهم فكرة. فماجدة بتفاجئهم ان عدنان وافق يسيب لهم القصر، وبتطلب منهم يعتبروا كل الديون اللي عليهم اتسددت خلاص. وفي اليوم اللي بعده بيوصل علي للقصر وبيقول لهم ان هو جاي يودعهم لاخر مرة لان هو مسافر ومش راجع تاني، وبيكون جايب لكل ست في القصر هدية، وهدية سوريا هو انه كتب القصر كله باسمها. ولما بيعرف ان هاريكا هتتجوز جيم بيزعل جدا، فبيسلم عليها لاخر مرة وبيمشي. وبعد شوية بيوصل تورجوت للقصر علشان يساعدهم في ترتيبات الفرح، وبيتفاجئ بوصول جنان على اساس ان هي منظمة افراح. وبتروح جنان مع تورجوت للبدروم وبتخدره وبتكتفه علشان ما يقدرش يتحرك لما يفوق، وكمان جنان بتفعل قنبلة هتفجر القصر كله في خلال ساعات. وبعدها بتتصل على علي وبتقوله على اللي هي عملته، فبسرعة بيتحرك علي على القصر، ولما بيوصل بيلاقي الناس في كل مكان لان اليوم ده هو يوم فرح هاريكا، ولكن بيقدر يتسلل للقصر من غير ما حد يشوفه، وبينجح ان هو يوقف القنبلة في اخر لحظة. وبنرجع لهاريكا وجيم وهما بيستعدوا علشان يكتبوا الكتاب، لكن فجأة
نهان بتوصل عندهم قبل ما يكتبوا الكتاب، وبتقول نهان لهاريكا ان هي لازم تعرف حقيقة عمتها سوريا، وبتكمل كلامها وبتقول لبناتها ان سوريا هي اللي كانت منعها عنهم، وطول السنين اللي فاتت كانت بتبعت لهم جوابات ولكن سوريا ما كانتش بترضى توصلها لهم، وبتطلب من هاريكا ما تتخلاش عن علي وتتجوز راجل هي مش بتحبه، وده علشان ترضي سوريا. وطبعا جيم بيفهم ان هي كانت عاوزة تتجوزه علشان القصر مش اكتر، فبيقرر ان هو اللي يلغي كتب الكتاب. وبعدها زارين وهاريكا بيروحوا لسوريا علشان يعرفوا منها الحقيقة، فبتحكي لهم سوريا ان امهم كانت لازم تهرب برا تركيا لان هي كانت بتشتغل صحفية والحكومة كانت بتدور عليها، وعلشان كده سابت بناتها بشكل مؤقت عند سوريا. ولما رجعت علشان تاخدهم تاني سوريا رفضت لان هي كانت اتعلقت بالبنتين جدا، ده غير ان نهان ما كانش معاها فلوس علشان تصرف عليهم، فسوريا ادت لنهان فلوس علشان تسافر برا تركيا وتنسى بناتها خالص. وللأسف اضطرت نهان ان هي تقبل عرضها، وفضلت سوريا تبعت لها فلوس كل شهر علشان ما ترجعش تركيا تاني. وطبعا هاريكا بتتجنن من الكلام اللي بتسمعه، وبتفضل تلوم سوريا لان هي خبت عليهم السر ده طول السنين اللي فاتت وكانت مفهمهم حاجة تانية، فسوريا بتقول لها ان هي عملت كده علشان مصلحتهم وعلشان هي بتحبهم وما كانتش عاوزاهم يبعدوا عنها. وبتطلب من البنتين يروحوا يقابلوا امهم لان في سر تاني هما محتاجين يعرفوه. وفي الوقت ده بيقدر علي يخطف جنان ويحبسها في مطعم ترجوت لان هي حاولت تأذيه. وبالليل هاريكا وزارين بيروحوا يقابلوا امهم، وبتعترف نهان لهاريكا ان هي مش بنت مدحت لكنها بنت الراجل اللي اتجوزته قبله. وطبعا هاريكا بتتصدم صدمة عمرها، وبتسألها ايه اللي رجعها دلوقتي بعد كل السنين دي، فبتقول لها ان علي هو اللي ساعدها ترجع تركيا وطلب منها ان هي تقول الحقيقة لبناتها. وبعدها بتتصل هاريكا على علي وهي منهارة من العياط، وبتقول له ان هي محتاجة وجوده جنبها. ولما بتلف هاريكا بتلاقيه واقف وراها فبتاخده بالحضن وهي منهارة من العياط، وبتقرر تقضي اليوم كله معاه. وتاني يوم الصبح بترجع هاريكا للبيت وبتكتشف ان سوريا هربت من البيت، فبسرعة الاسرة كلها بيروحوا يدوروا عليها لكنهم مش بيلاقوها، فبيرجعوا البيت تاني. وبالصدفة سيري بتلاقي رواية بتاعت سوريا وبتكون مخططة على سطور معينة في الرواية، فبتقرا السطور دي قدامهم، فعلي بيفهم على طول ان هي موجودة عند شريط القطر، فبسرعة بيتحرك هو وهاريكا على هناك وبيلاقوا سوريا واقفة على شريط القطر علشان تأذي نفسها. وفي اللحظة دي بيعترف لها علي ان هو يبقى اشرف علشان يخليها تتراجع عن اللي هي بتعمله، لكن سوريا ما بتصدقوش، وبيفضل علي يقول لها على مواقف حصلت بينهم زمان لحد ما سوريا بتصدقه اخيرا، وبتبعد عن السكة الحديد قبل ما القطر يوصل. وبالليل بيرجعوا كلهم للقصر، وبتروح هاريكا تقعد جنب علي وبتشكره على كل اللي بيعمله معاها لان هو السبب في انقاذ سوريا، وبتسأله لو هو لسه بيحب سوريا، فبيأكد لها علي ان هو ما بقاش عنده مشاعر ناحية سوريا وان هو ما بيحبش حد غيرها هي، لكن علاقتهم دي مش هينفع تستمر اكتر من كده لان بالشكل ده هيأذيها هي وسوريا. فبتنهار هاريكا من العياط وبتقوله ان هي لسه بتحبه واكيد في حل تاني علشان ما يبعدوش عن بعض، فبيقول لها علي ان هو لازم يبعد علشان حياتها ما تتدمرش اكتر من كده. فبتحضنه هاريكا للمرة الاخيرة وهي متأثرة جدا، ووقتها بتوصل سوريا عندهم لانها بتكون عاوزة تتكلم مع علي لكنها ما بتلحقش، لان في اللحظة دي جنان بتوصل عندهم وبيكون معها سلاح، وبتخيره بين ان هي تقتل سوريا حبه القديم او هاريكا حبه الجديد، فبتقرر ان هي تقتل سوريا الاول. فبسرعة علي بيقف قدام سوريا وللأسف الرصاصة بتيجي في صدره، فبسرعة هاريكا بتنقله على المستشفى وبيكون معها ترجوت وزيرين. وفي المستشفى بتقول زيرين لاختها ان هو دخل اوضة العمليات لكن العملية هتكون خطيرة وهتاخد وقت طويل لان هو نزف كتير جدا، وطبعا بتكون هاريكا هتتجنن عليه. وبتسأل ترجوت هي جنان عملت كده ليه، فبيحكي لها ترجوت ان جنان تبقى حفيدة خليل، وده اول واحد اكتشف ان علي ما بيكبرش في السن وعمل عليه تجارب كتير، فقررت جنان ان هي تكمل في اللي ابوها وجدها بدأوا فيه. وكان علي عارف ان وجوده في اسطنبول بيشكل خطر كبير عليه لكنه صمم يفضل في اسطنبول علشان يحمي هاريكا وعيلتها. فبتنهار هاريكا من العياط وبتكون حاسه ان هي السبب في كل اللي حصل له، فترجوت بيطلب منها ما تلومش نفسها، وبي
بيقول لها ان علي بقى انسان تاني من ساعة معرفها، لانه يعرفه من 30 سنة وعمره ما شافه بالسعادة دي الا معاها، لدرجة ان علي كان بيقوله عليها ان البنت دي هي اللي دخلت الفرحة في قلبه وحسسته ان هو عايش، لان هو طول السنين اللي فاتت كان حاسس ان هو عايش بجسد بلا روح، لكن هي الوحيدة اللي ردت فيه روحه، وبيطلب درجوت منها ان هي ما تتخلاش عنه ابدا بعد ما يفوق. فهاريكا بتوعده ان هي هتفضل معاه دايما وعمرها ما هتزعله. وبعد شوية بيخرج علي من غرفة العمليات وبيتنقل للعناية المركزة، وبيلاحظ درجوت ان في رجالة تبع جنان بيراقبوهم علشان يتأكدوا ان علي مات. وبعد كم يوم بيتنقل علي لأوضة عادية، وبتروح سرية تزوره وبتقوله ان هي جاية تودعه النهاردة لانها ما قدرتش تودعه من 40 سنة، وبتقوله ان هي لما وصل لها خبر موته زمان حست بالذنب الشديد، واتمنت ان الزمن يرجع بيها علشان ما تبلغش عنه، لان كان يمكن لو عملت كده كان هيفضل موجود في حياتها لحد اللحظة دي، لانها ما قدرتش تنسى ابدا وعمرها ما حبت راجل غيره. وبتمسك ايده وبتعتذر له ان هي ظلمته زمان، وبتتمنى له ان هو يعيش حياة سعيدة مع هاريكا، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وفجأة بيحصل لعلي مضاعفات في قلبه، وبيحاولوا الاطباء ان هم ينقذوه لكنهم للأسف ما بيقدروش وبيموت. فبتنهار هاريكا من العياط، وبتروح تقول لرجال الجنان اللي بيراقبوه ان علي مات، ولما بيتأكدوا فعلا ان هو مات بيسيبوا المستشفى وبيمشوا. وبعدها بيروحوا يدفنوا علي، وبنشوف كل أسرة هاريكا موجودين في المقابر. وبعد مدة الحياة بترجع لطبيعتها، وبيعرفوا ان الشرطة قبضت على جنان، وكمان سوريا بتجيب نهان تعيش معاهم في القصر، وبتعتذر سوريا لنهان وبناتها على اللي هي عملته فيهم، وبتطلب منهم ان هم يسامحوها. وكمان بتعترف زارين لأختها ان هي على علاقة بجيم، لان هما بيحبوا بعض من زمان، وبتطلب منها تسامحها. فهاريكا بتقول لها ان هي زعلانة منها بس علشان ما قالت لهاش الموضوع ده من الاول، وبتطلب منها تتمسك بجيم وما تتخلاش عنه لو هي فعلا بتحبه. وبعد فترة بتقرر هاريكا ان هي تسافر، وبتروح تودع جدتها، فجدتها بتطلب منها تسلم على علي طاهر. فهاريكا بتستغرب جدا وبتسألها هي عارفة ازاي ان هو لسه عايش، فجدتها بتقول لها ان عينيها فضحتها، وبتطلب منها ما تقلقش لان هي مش هتقول لحد ان هو لسه عايش. وبنعرف ان علي فعلا زيف موته علشان جنان تعتقد ان هو مات وتبطل تدور عليه. وبعدها بتروح هاريكا تقابل علي على الجزيرة، واول ما بتشوفه بتفرح جدا وبتحضنه. وبعدها علي وهاريكا بيتجوزوا، وبيكون ترجوت هو الشخص الوحيد اللي موجود في فرحهم، وبيعيشوا سوا في بيت كبير على البحر. وفي يوم هاريكا بتفاجئ علي ان هي حامل، وطبعا علي بيفرح جدا وبيقول لها ان هو متأكد ان هي حامل في بنت، لان هو حلم ان هو بيلعب مع بنت صغيرة في جنينة البيت. وبيقول لهاريكا ان هو بيتمنى بنته تكون جميلة زيها. وبعد فترة هاريكا بتنشر روايتها وبتسميها معجزة القرن، وبتبعت اول نسخة من الرواية لسوريا، وبتكون كل احداث الرواية بتتكلم عن قصة حياة علي. فبتتأثر سوريا جدا لما بتقرا الرواية وما بتقدرش تمسك دموعها. وبعد مرور 4 سنين بتروح هاريكا تزور اسرتها، وبتقول لهم ان هي محضرة لهم مفاجأة جميلة. وفجأة بيلاقوا علي داخل عليهم ومعاه بنت الصغيرة دينيز، وطبعا كلهم بيكونوا مصدومين ان هو لسه عايش، وبيكونوا عاوزين يفهموا ايه اللي حصل. فترجوت بيقول لهم ان علي اضطر يزيف موته علشان جنان تسيبه في حاله، وبيقعدوا كلهم يتعشوا سوا، وبيكون علي سعيد جدا بلمتهم حواليه. وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.